السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سونت، وهي قصيدة شعرية غنائية مهمة جدا، ليها شكل معين وعدد معين من الأبيات. عشان كده بحب دايما أخدها كبداية قبل دراسة أي poetry study أو أي دراسة شعرية. سونت or why we care about rhyme scheme. أول حاجة بتربطها بالسونت، يعني علشان نلخص المسألة بشكل سهل، طالما ذكرت كلمة سونت، وأصلا سونت على فكرة هي سونت بكل اللغات، يعني هي سونت، سوناتو، هي سوناتا بالعربي، سوناتا، سوناتو بالإيطالي، وهي ده الأساس على فكرة، هي بالإيطاليان أصلا اسمها سوناتو، وده الاسم الإيطالي الأساسي، وهي معناها little poem or little song، الأغنية القصيرة أو القصيدة القصيرة. وطالما ذكرت كلمة سونت، يبقى احنا قدام حاجتين مهمين جدا. أول حاجة، عدد اللاينز ثابت في أي سونت، 14 لاينز، خلاص طالما أنت بتقول لي دي سونت يبقى دي 14 لاينز. والحاجة التانية، إن في عندي رايم سكيم ريجلر، رايم عندي رايم سكيم، مش بس ريجلر كمان وفاكس، يعني في رايم سكيم ثابت. والرايم سكيم ما افكركم كده، رايم سكيم اللي هو ايه، اللي هي نهايات الابيات اللي احنا بنديها او بنرمز لها بحروف شبه A B C D وهكذا حسب تكرار النهايات. يعني لو مثلا في لاين انتهى بصوت ان مثلا، وبعديها بثلاثة أربعة عمل ان تاني، فالاتنين دول ياخدوا ايه، ونشوف بقى اللي في النص ايه اختلف، يبقى A B مثلا، وبعدين رجع تاني أخد نفس الصوت اللي هو في اللاين الأولاني فياخد A تاني، يبقى الـ A B والـ C والـ A تاني والـ B تاني، ده رموز أنا بحطها جنب الأصوات اللي بتتكرر في الأبيات. علشان كده هو ربط السونت بالرايم سكيم، علشان زي ما اتفقنا حاجتين أساسيين جدا أهم بيتربطوا دايما بكلمة سونت، 14 lines and text regular rhyme scheme. تمام، فطالما ذكرت كلمة سونت على طول أربط الموضوع بإن هنا في 14 بيت شعر، إن هنا في رايم سكيم محدد بس حسب نوع السونت، لأن هي أنواع. طيب تعالوا نشوف كده إيه التفاصيل. What is a sonnet? It's a 14 line poem. هي قصيدة من 14 بيت. It must have okay, it must have a strict rhyme scheme and structure. لازم يكون ليها rhyme scheme ثابتة محددة. It comes from the Italian word sonetto, meaning little poem or little song. وكمان عرفنا ترجمتها باللغة العربية، ما قدرناش نغيرها، اسمها سونيتا، اترجمت بكلمة سونيتا. تمام، ما قدرناش إن إحنا مثلا نقول القصيدة ذات الـ14 بيت، لا، يعني أنا كده بعمل بارافريز أو بعمل اكسبلينيشن، ولكن لا، هي خلاص معروفة باسمها كنوع من أنواع ترانزليتريشن أو الترجمة اللفظية. طيب ده كده معنى كلمة صح. تعال بقى نعرف أهم نوعين للسونت نسبة لمين. أول سونت في شاعر إيطالي اسمه بيتر، ذا جريت سونيتير، بس حتى ايه سموه ايه، السونيتير العظيم، يعني صانع السونيت العظيم، ذا ايطاليان، ايطاليان هو ايطالي، ذا ايطاليان بايت بيتر، هو الشاعر العظيم الايطالي بيتر، فتسمت السونيت اللي مكتوبه بطريقته اتسمت باسمه، فبقى اسمها بيتركن سونيتس، Bettercan sonnets or Italian sonnets لأنه هو Italian. وهو ده شكل. But طبعا أول حد هيقول، كل الناس هتقول لي كده I don't speak Italian. I don't want to read Italian poems.
what is the relation between Italian and English sonnets or English literature؟ ايه العلاقة؟ هو انت ليه وديتنا ايطاليان؟ مش المفروض احنا ناخد دلوقتي انجلش ليتريتشر؟ لا، مش هناخد الشعر الايطالي، احنا اخدنا طريقة كتابته للسونت، اخدنا منه التقسيمة الفورم، واخدنا منه الرايم سكيم بتاعتها. ومين اللي عمل كده؟ واحد اسمه سير توماس وايت، traveled to Italy and brought the form back with him. توماس وايت هو اللي راح جاب لنا الموضوع ده. هو راح إيطاليا، رجع إنجلاند، هو يبقى توماس وايت ده هو إنجلش أصلاً. فراح إيطاليا، عجبه الوضع، عجبته الفورم، جابها معاه. thanks to him، بسببه هو، بفضله هو، سواء هي حاجة إيجابية أو سلبية. we have translations of Petrarch's poetry، ترجم لنا بقى شعره. In addition to his own sonnets، وكتب sonnets ليه هو، بتاعته هو توماس وايت، عملها بالبتركن sonnets أو الإيطاليان sonnets بالطريقة بتاعته. يعني ده الشكل. طب إيه بقى الفوقية؟ هو إيه الطريقة؟ إيه الطريقة اللي إحنا أول ما نشوفها لشعر انجليزي، ها يعني مكتوب انجليزي، ونقول على طول دي مكتوبه ايطاليان سونت، دي مكتوبه بيتروكان سونت؟ ان بتكون السونت متقسمه تو بارتس، تو بارتس، جزئين، ان اوكتا اور اوكتيف، وطبعا هي اصلا اوكت دي او اوكتا يعني معناها ايت باللاتين، فاوكتا اور اوكتيف معناها ايت لاين، and assisted، والassisted برضه ليها علاقه بنمبر 6 باللاتر، 6 لاين، 8 بلس 6 كام؟ 14 اهو، يبقى دي سونيت ولا مش سونيت؟ سونيت اهي 14 لاين، يبقى بما ان هي اهو 8 بلس 6 14 لاين، يبقى ايكوالز ايه؟ سونيت. بس علشان متقسمه كده 8 and 6، فدي تبقى اسمها ايه؟ Italian or Petrarchan son. طيب الموضوع متقسم ازاي؟ زي ما اتفقنا 8، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، خلصت 1 2 3 4 5 6 اهم، دول مع بعض كده 14 اسمهم son. بس الموضوع مقصود، the octave or octave presents an argument، الثمانية الأولانيين دول بيقصد بيهم الارجمنت، فاكرين في الرايتنج اسيد دي الحجه، ده الموضوع، ده التوبيك، البروبلم، اوكي، الايديا هي هنا. فهنا كانه بيعرض لي في الثمانيه اللي هي الاوكتيت او الاوكتيف الموضوع ايه، المشكله ايه، الفكره ايه. and the sestet responds to it، solves، makes a comment on it، shifts into، ويجي عند الستة دول بيغير الموضوع، في شفت بيحصل، تحول في نغمته، تعليقه مثلا على الموضوع، حله للموضوع. The two sections are meant to be separate، هو مقصود ان هما يتفصلوا، كأن هنا بيقول لي مثلا ادي المشكلة، ادي الحل، ادي 8، ادي 6. فكده بالشكل ده، دي سونت، Italian sonnet، Petrarchan sonnet، بالشكل ده، بالطريقة دي. Okay. الرايم سكيب بقى بتاعته، يعني لما هو هيكون 14 سطر بقى زي ما اتفقنا، هيكونوا متقسمين كده. الثمانية اللي احنا قلنا عليهم اوكتيف او اوكتيف هيكونوا عاملين ازاي؟ A B B A A بي بي اي، وبعدين السستت اللي هم الستة هيبقوا متقسمين سي دي اي سي دي اي، وساعات بيكون ليها شكل تاني هنشوفه كمان شوية. ده الرايم سكيم، يعني معناها نهايات السونت هتكون كده. اهو هنجربها عملي اهو، دي ريما نمبر 140 ترانسليتد باي وايت اللي ترجمها لنا.
لو جينا شفت كده الرايم سكيم عامله ازاي، اهو بصوا هارفر اهو اخدت ايه، ها ريسيدنس اخدت بي، بعدين في بريتنس اوكي زيها يعني اخدت بي تاني، وبعدين تانر طبعا شوا بقى اخدنا فناتكس هاربر شوا يبقى دول شوا يبقى اخدنا ايه تاني، بعدين سفر شوا تاني يبقى ايه تاني، وبعدين نيجليجنس او انس انس تاني تبقى بي، بعدين ريفرنس انس انس تاني تبقى بي، وبعدين displeasure اجا اجا دي يعني شوا تاني يبقى ايه، بصوا يبقى اي بي بي اي اي بي بي اي دي 8 اهم اللي هم الاوكتيف او الاكتيف. وطبعا بقى لو قرينا الموضوع هنلاقي هو هنا بيعرض لنا الايديا او البروبلم، ممكن لو حابين طبعا دي اوت اوف يعني السيلابس مش تبع المحتوى المدروس او المطلوب، ولكن لو حبيتوا تاخدوها من باب التدريب نطلع منها speakers و speech and sound devices it's okay. بس انا جايبها ك examples بس للرايم اوف سكيم. طيب وبعدين شفتوا متقسمه ازاي، دول ايه على فكره تمام، ودول عشان يكونوا في الاخر ال 14 lines اللي هم الصانت على الشكل الايطالي او بتاعت بيتر. بصوا بقى هنا عمل ايه، هنا زي ما قلت لكم بقى ايه البارت التاني بتاع السيكس ليه شكلين، الشكل اللي احنا قلناه في السلايد اللي فات، وممكن يبقى الشكل ده اللي هو بقى ايه فليس هياخد سي، بعدين كراي اخد دي، وبعدين appears اخد سي تاني، وبعدين fears اخد سي تاني، وبعدين die زي cry اخد دي، وبعدين falsify اخد دي تاني. ساعات يكون بالشكل ده سي دي سي دي اوكي وبعدين دي تاني، يعني ممكن الشكل ده يكون في السستت متغير عن الشكل، يعني ليه شكلين. وعلى فكره برضو الاوكتيف او الاوكتيف برضو ليها شكلين، بس ده يعني اللي ايه اللي مشهور اكتر. يبقى ده الرايم سكيم اوف مين اوف ايطاليان اور فاتيكان سونيت 8 اند 6. ال8 غالبا غالبا اي بي بي اي اي بي بي اي زي ما شفناها، ودي ما اتغيرتش، ولكن هنلاقي ليها برضه شكل تاني. الشكل التاني احنا قلنا انه ممكن يكون زي ما اخدناه من شويه او بالشكل ده سي دي سي دي، وبعدين الدي نفسها ممكن تتكرر. طيب ده شكل الصونت اللي اسمها ايه بقى؟ الصونت دي نوعها ايه؟ الشكل ده Italian sonnet or Vatican sonnet. طيب النوع التاني يا ترى اسمه ايه؟ احنا النوع ده خلاص كده فهمناه كويس، تعالوا بقى نشوف النوع التاني اسمه ايه؟ ده بقى English in English، ده خاص بويليام شكسبير. ويليام شكسبير طبعا English poet and play right، فهيتسمى على اسمه Shakespearean Sonnets أو English Sonnets. يبقى Shakespearean Sonnets are sometimes called Elizabethan، جاي نسبة لإليزابيث، Elizabethan or English Sonnets، فبيتسمى نسبة ليه. الفورم بقى بصوا بتتقسم ازاي، Shakespearean Sonnets use three sets of quatrains. ايه الكواترينز دي؟ جاي من الاسم بتاع كواتر وكاتر، واللي هي الارقام اللي ليها علاقه باللاتين والفرنش والايطالي اللي هي معناها اربعه، فالكواترين معناها رباعيه. عايز افكركم بحاجه نسيت اقولها لكم برضو في النوع الاولاني، هو كل مجموعه من الابيات متصله، احنا قلنا كل نوع كل لاين او كل بيت اسمه لاين، كل مجموعة اسمها ستانزا. يعني من شوية لما قلنا دي دول 8، ال8 دول اسمهم ستانزا على بعضهم، والستة ال6 اللي هم السستت دول يبقوا ستانزا برضه. هنا بقى شكسبيريان قسم الموضوع بشكل مختلف، مش بالشكل ده، قسم 3 مجموعات سماهم كاترينز، والكاترينز يعني رباعيات، يبقى 3
أربعة، ثلاثة أربعة، ثلاث رباعيات، يعني كل استنزة أربع أبيات عمل كام؟ ثلاث، ثلاثة استنزة في أربع أبيات، يبقى كده وصل لكام؟ 12. لسه ما بقتش إيه؟ سونت، محتاج لها إيه؟ اتنين كمان، اتنين شبه بعض بالظبط بيبقى اسمهم كوبلت، رايم كوبلت، مزدوجة مقفاة شبه بعض وليهم نفس القافية، هياخدوا نفس السامبل الأخير، وهيكون هنا ليه اسم لذيذ قوي هناخده دلوقتي. طيب يبقى شكسبيريان سونتس يوز 3 سيتس اوف كواترينز اور 4 لاينز، 4 لاينز ات ادز ا كوبلت، وبيضيف الكوبلت اللي هو عبارة عن 2 يبقى ادي 12 بلس 2 يبقى ايكوالز 40 ات ذا اند، الكوبلت ده بيكون في الاخر. The stanzas، هي كلمة stanza، هي the stanzas، ال stanzas كلهم بقى often either repeat a theme، هم كلهم بيكرر فيهم الفكرة، يبقى ال quatrain بتاعتنا أو ال stanzas هي الفكرة، or elaborate يعني بيدعم بيأكد on the theme، يا إما بيكرر الفكرة يا إما بيدعمها ويأكدها. So if you don't get the first four lines move on to the next، بيدي لك فرصة لو ما فهمتش التفسير اللي في أول كواترين خد الكواترين اللي بعدها، خد الستانزا اللي بعدها، it might explain it for you. The couplet adds a twist، فاكرين التاني كان بيعمل لنا إيه؟ الإيطالي كان بيعمل إيه؟ 8 بيعرض فيها المشكلة، السيكس بيحلهم، هنا بقى بيكرر الموضوع 4 مرات بأشكال مختلفة. أوكي. سوري 3 مرات لان هي كل واحده 4، بيكررها 3 مرات باشكال مختلفه، ويجي عند الكوبلت يعمل تويست شفت تيرن، يتحول يجيب لي الحل، يجيب لي كلوجر مثلا، اغلاق للموضوع كانه كونكلوجن او ممكن يبقى سولوشن، يختم بيها كانه نهايه. ده الشكل اللي بيعمله لنا شكسبيريان اور English sonnet، ده شكل السونيتة الإنجليزية المنتسبة أو المنتمية إلى شكسبير. أوكي. الرايم سكيم بقى بتاعها ماشي إزاي؟ طبعًا إحنا قلنا إيه؟ 3 question يعني هتبقى ماشية إزاي؟ 1 2 3 4 دي stanza، أو الستانزا اسمها إيه هنا؟ question لأنها رباعية مكونة من 4. 1 2 3 4 1 2 3 4، بصوا هنمشيها ازاي بقى؟ A B A B C D C D E F E F، يعني أول ستانزا A B A B، يعني شبه بعض بس واحدة التانية مختلفة، التالتة شبه الأولى، الرابعة شبه التانية، ومشي على كده بقى في الباقي C D C D، يبقى واحدة التانية مختلفة، الثالثة شبه الأولى، الرابعة شبه الثانية، إي إف إي إف، واحدة الثانية مختلفة، الثالثة شبه الأولى، الرابعة شبه الثانية. وبعدين عمل كوبلت، الكوبلت زي ما اتفقنا ما هو أصلا اسمه إيه؟ اسمه رايمد كوبلت، مزدوجة مقفاة، فلازم تكون قافيتها واحدة، نهايتها واحدة، التو كوبلتس اللي في الآخر هي وان كوبلت، يعني التو لاينز اللي بيعملوا وان كوبلت هياخدوا ايه بقى بعد A B A B C D C D E F E F G بقى، هياخدوا G G اللي يعني طبعا الناس كلها بتحفظها باسم G G، يعني يبقى الاثنين دول كوبلت بياخدوا G G G G. ده كده شكل الرايم سكيم الخاصة بمين؟ شكسبيريان انجلش سونيت، مهم جدا جدا جدا. تمام، فكده احنا خلاص معانا رؤية كاملة للسونيت، فهمناها. ما ينفعش ابدا بويتري، ما ينفعش ابدا دراسه شعر وانا مش فاهم وما اعرفش يعني ايه سونت، على الاقل من رقم او عدد ابياتها والرايم سكيم وانواعها، بس ده المطلوب، ده اللي احنا عرفناه دلوقتي ولا ايه؟ تمام، يبقى كده عرفنا المطلوب. وده اكزامبل كده اسمه سونت 130، السونت هنا زي ما انتم شايفين بتاخد ارقام واعداد. تعالوا بقى نشوف كده عمل ايه، دي مكتوبه شكسبيريان صح؟ جميل، تعالوا بقى نشوف هيمشيها ازاي. ها sun ايه red يبقى بي، وبعدين رجع قال ايه done ايه تاني شبه sun
هاد شبه راد الأبيتين، وأدي أول كاترن A B A B. وبعدين راح قايل وايت يبقى سي، تشيكس دي، ديلايت زي وايت يبقى سي، ريكس زي تشيكس يبقى دي، أو وادي الكواترن الثانية سي دي سي دي. وبعدين راح قايل I know، نو هتاخد E، ساوند F، جو زي نو يبقى E تاني، on the ground، the ground زي ساوند يبقى خد F تاني، E F E F يبقى دي الكواترن الثالثة. ادي كواترن 1، ادي كواترن 2، ادي كواترن 3. وبعدين راح جاي بقى في الاخر قال ايه؟ رير، ادي واحده جي، وكومبير، ها ادي واحده جي، عمل جي جي اهي، يبقى جي جي عمل 1 كوبلت، ادي 3، ها كواترن او كواترن او ستانزز، صح؟ كل واحده من دول ستانزا بس على شكل كواترن. كواترن او الستانزا دي كواترن رباعية، كواترن 1 2 3. اوكي ضربناهم في 4 بقوا 12، وادي 2 ادي 14، يبقى الثلاثة دول زي ما اتفقنا في 4 ادي 12، وادي الكوبلت 2 ايكوالز 14. ايه ده برضه صانت بس معمولة بفورم شبه اللي احنا عرفناها لشكسبير. دي ملهاش بدائل تانية بقى، مش زي الايطاليان هتلاقوا ليها او يعني رايم سكيم كذا او ليها شكل تاني، هتلاقوا هنا برضو ليها في السستت او، لكن هنا لا ملهاش او. الكاتشن الاولى هي اي بي اي بي سي دي سي دي اي اف اي اف جي جي، خلاص دول محفوظه كده. اي شكسبيريان سونيت، اي انجلش سونيت، اول ما اقرا ان السونيت دي خاصه بشكسبيريان خلاص يبقى اي بي اي بي سي دي سي دي اي اف اي اف جي جي، من غير ما حتى اشوف البايم نفسها. تمام، ده كده كل ما هو مطلوب مننا لمعرفة sonnets as an introduction، كمقدمة بالنسبة لي لأي حد عايز يدرس poetry. فقبل ما يدرس poetry لازم يعرف الأول يعني إيه sonnet. Thanks so much، أتمنى أكون وضحت لكم الموضوع وبسطته كويس. Thank you so much. Thank you and goodbye. السلام عليكم ورحمة الله.